طالب أبناء عزلة الشراجة في بمديرية جبل حبشي بتعز، طالبوا القوات المسلحة بالعمل على توفير الأمن وتأمين المنطقة وحماية أبنائها، مؤكدين حقهم في الدفاع عن أنفسهم. وقال أبناء عزلة الشراجة في بيان إنهم وقفوا أمام الجريمة الشنعاء التي طالت أحد أبناء المنطقة وهو المجند في اللواء 17 مشاة الشهيد عبد الغفور حسان سعيد بأياد غادرة وجبانة أزهقت نفس البريئة بدوافع فكرية خبيثة تريد أن تجر أبناء المنطقة إلى مستنقع الدم، ودأبت على استهداف أبناء القوات المسلحة بدواع باطلة. وأكد أبناء شراجة حقهم في الدفاع المشروع عن أنفسهم ضد من وصفوها بالعصابات الإجرامية الخارجية عن النظام والقانون، والتي باتت تتحرك بشكل مشبوه وتترصد أبناء المنطقة بطريقة تثير الخوف والقلق لدى السكان. للوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا الشيخ عبد الله قحطان النويهي للحديث اكثر حول هذا الموضوع. نرحب بك سيد عبد الله قحطان، مساء الخير. مساء النور والعافيه، مرحبا بكم. تحيه لك شيخ عبد الله. اذا بدايه نريد ان نعرف الان، ابناء المنطقه خرجوا بتظاهرات، نريد ان نعرف ما هدف هذه التظاهرات التي خرجت. خرجت التظاهرات في منطقه الشراقه محاذية لجبهة الكدحة، وهي المناطق المواجهات في جبهة الكدحة. نعم. خرجت ضد كتائب أبي العباس، حيث وأن أحد أفراد كتائب أبي العباس كان أحد الأفراد سابقا، وما زال إلى وقت الجريمة كان موجود في مناطق أبي العباس. قام بطعن أحد أبناء المنطقة وهو جندي في اللواء 17 مشاة. نعم. وبعملية كانت قذرة لا تنتمي إلى شرعنا الحميد بصلة، وخرج أبناء المنطقة بمشايخها وفقهائها وأبنائها ونسائها للمطالبة بتقديم القاتل وإلى العدالة وإلى المحكمة، ولكن سترة مماطلة أبي العباس. نعم شيخ عبد الله، إذا تحدثت شيخ عبد الله أن أهالي منطقة الشراجة في جبهة الكدحة يعني خرجت للتنديد ضد يعني ما تعرض له أحد أبنائها من محاولة أو طعن من قبل كتائب أبي العباس، وإلى الآن تحدثت أن هناك مماطلة من قبل كتائب أبي العباس، هل الشيوخ الذين خرجوا والناس الذين خرجوا الآن يعني طلبوا الكتائب بفتح تحقيق حول هذه الجريمة، لأنه أنتم الآن تحملون الكتائب مسؤولية ما حدث؟ نعم، اجتمع بالأمس مشايخ ووجهاء عزلة الشرقة الحبشي بحضور مدير المديرية فارس المليكي. نعم. وخرج بالاجتماع بالبنود ونقاط معينة، وهو مناشدة رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظة المحافظة بالضغط كتائب أبي العباس بتسليم القاتل وضغط نفوذ الجيش والأمن على هذه المنطقة التي باتت أن تكون مأوى ومرتعى للجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة. نعم. وخرجوا أيضا بالمطالبة لكتائب أبي العباس بعدم احتواء هذه الأفراد والجماعات المتطرفة. نعم. وفي حالة عدم الاستجابة من هذه الجهات الرسمية في الشرعية، فإن أبناء المنطقة لديهم القدرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن الجبهة وحماية أبنائهم ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله. جميل. طيب الشيخ عبد الله، يعني كما تحدثت يعني كانت هناك اجتماع للوجهاء والمشايخ بالأمس للوقوف حول هذا الموضوع، وهناك مناشدة لرئيس يعني للرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك المحافظ وقيادة المحور. طيب إلى الآن هل تم الاستجابة؟ ما هي ردود أفعالهم تجاه ما حدث في هذه المنطقة؟ إلى هذه اللحظة لا يوجد أي استجابات من الجهات الشرعية ولا أي نوع من أنواع الاستجابة، ولكن ما وجدناه هو بالأمس بعد الاجتماع تقومات كتائب أبي العباس زادت، وكأن نحن في خطوط حدودية، التقومات تمشي بسرعة 100 وما أعلى منها. نعم. يعني وكأنه تحدي واضح لأبناء المنطقة، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال
عن ابناء المنطقه يدافعون عن انفسهم وعن ابنائهم ومناطقهم. نعم. لن نكون مرتعه لهذه الذئاب، ونحن نطالب الدوله بكل اجهزتها. نعم. عن تطبيق بحمايه ابناء هذه المنطقه. من طيب شيخ عبد الله، يعني ايضا كما ذكرتم ربما يعني تحدثتم انه القبائل او كتائب ابي العباس تريد ان تجر ابناء المنطقه على مستنقع الدم، وكذلك هناك لي يعني اشكال تثير الخوف والقلق لدى السكان. نريد ان نعرف يعني الكتائب الان ما هي الامور المشبوهه التي تثير قلق الناس في هذه المنطقه وتقوم بها كتائب ابي العباس، يعني وتطور الموضوع الى ان يتم طعن يعني احد المجندين، فبالتالي نريد ان نعرف يعني ما هي ممارساتهم ضد ابناء هذه المنطقه. الممارسات التي يقوم بها ضد ابناء المنطقه هي ليست وليده اليوم، ولكن منذ فتره كان ابناء المنطقه مسيطرين على المواقع القتاليه، وتم بعدها بفتره طلب من ابي العباس ان يسلموا لافراد. شيخ عبد الله؟ حرر الجبهة، لكن أبناء المنطقة في هذه الفترة كاملة تعرضوا لنهب بيوتهم، مواشيهم، تعرضوا لإهانات يعني بكل أحداث. هناك إرهاب نفسي معنوي أخلاقي على أبناء هذه المناطق. نعم. إذا هناك إرهاب معنوي كما تحدثت، ويعني السكان أصبحوا طبعا في حالة خوف من هذه الممارسات التي تحدثت ليست وليدة اللحظة. الآن ما هو الآن بعد هذه التظاهرات التي خرجت يعني موقفكم؟ هل ستستمرون بالخروج إلى أن يتم الالتفات ويكون هناك يعني دور للشرعية وكذلك المحافظ الجديد وقيادة المحور؟ نحن نناشد مرة أخرى عبر هذا المنبر، عبر هذه القناة، رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قائد المحور، محافظ المحافظ. نعم شيخ عبد الله. نناشدهم بحق الإنسانية أن يتم تطبيق القانون في هذه البقعة من الجمهورية اليمنية. نعم، نتمنى أن تكون مناشدتك شيخ عبد الله قحطان وصلت. أنا أشكرك شكرا جزيلا شيخ عبد الله قحطان النواهي، حدثنا من منطقة الشراجة في تعز، شكرا جزيلا لك.